الآن معنا السي أحمد بار، رئيس أمل تزنيت لكرة القدم داخل القاعة. السي أحمد، كيفاش دازت المباراة ديال اليوم؟ في البداية شكرا على تغطيتكم المقابلة. الأجواء كما شفتوا دازت مشحونة. كنشكروا في البداية الجمهور اللي حج بكثافة المدرجات وما بخلش علينا بالتشجيعات ديالو طيلة مجريات المقابلة. كنشكر اللاعبين، كنشكر الطاقم المشرف على القاعة المغطاة، المجهودات ديالهم. كنشكر بدوري باسم اللاعبين وباسم أمل تزنيت الحضور ديالكم والمواكبة ديالكم مجددا المنبر الرياضي، شكرا جزيلا. الأجواء كما قلتوا، خرج الماتش من عنق الزجاجة في آخر لحظات 4-3، ما كانش الفريق الخصم بفريق سهل، ولكن الحمد لله إرادة ديال اللاعبين وبفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من أننا نحصدوا 3 نقاط ومجهود ديال 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 3 أشهر ديال التدريب. سي أحمد بار، شفنا تركيبة يعني مختلفة على التركيبة ديال الفريق في السنوات الفارطة. أكيد هناك كاين هذا المستجد، وأكيد وكاين مستجدات أخرى، لكن ممكن تقربنا أكثر من الأحوال ديال الفريق التزنيتي هذا العام؟ بالفعل احنا كما شفتوا عانينا من الغياب ديال 90% تقريبا من التركيبه البشريه ديال الفريق، اللي كانوا بين لاعبين اللي كانوا الاعمده ديال الفريق. غادرونا ظروف العمل، ظروف الدراسه، ظروف متعدده، لكن الحمد لله اراده اللاعبين اللي بقوا، بعض العناصر اللي بقوا، تمكننا من اننا نحافظوا على هذه النواه واننا نحاولوا ما امكن نضاعفوا الجهود. فمجهود جبار ديال اللي تعاون فيه جميع اعضاء المكتب وجميع اللاعبين اللي بقاو معنا. نواه كنشكرها بالدرجه، كاين 3 لاعبين او 4 لاعبين اللي ضحاو معنا في التدريب من اجل باش اننا نحاولوا ما امكن نهيئوا واحد الفريق اللي هو يقدر على التنافسيه، والتنافسيه ماشي بالسهله في القسم الثالث، فهو القسم الممتاز ديال عثمان فوتسال. دونك كان مجهود جبار باش اننا نوجدوا تركيبه اللي تقدر تنافس، والحمد لله هاد 3 نقاط راه غتقربنا من الزعامه، بالاضافه الى 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 المقابله الناقصه اللي مازال ما تلعبهاش، فممكن ان نوصلوا للرتبه الاولى او الرتبه الثانيه الى جنينا 3 بوان ديالها. هل ممكن يعني اعاده يعني التجربه اللي خطوا في القسم الثاني هاد السنه هذه؟ كل شيء ممكن، حنا الاراده ديالنا قوى من هذا، ماشي حتى للدوزيام سيري، الاراده ديالنا ابعد من ذلك، اننا تكون عندنا فرقه في البريمير سيري. كلشي ممكن، كلشي ممكن، كتخص غير العزيمه، والله سبحانه وتعالى ما تيبخلش على اللعب ديالو بالمجهودات اللي كيدير. حنا كنامنوا بالله وتنامنوا بالمجهود باش اننا نوصلوا، هذا اللي كاين.